اللي مطمنه ما فيها اثاري واجد، اثاري اللي يدورون بس. اخوي انت فحص عايد اين كان غر واحد الجامعة ندور في الكليات مباني المكتب. هذه يا طوال العمر رسالة للي تمذرقون وينزل سنابه وشوفوني أدور المفقودة، ليت الصبايا ما بزل العلايم صيب. يالله بعلمني سر ويبهج الخاطر، الحمد لله ندور الفاطمة وعسى ربي عقلها يا رب البيت. يالله يا راعي ذنو انك ترجع فاطمة الهلها ولا يوري أحد منكم مكروه في واحد يحبه. يا طوال العمر لها يومين مفقودة، واكيد انهم شالين هالجن. السلام عليكم، صبحكم الله بكل خير. واللي عندها بيوت مهجورة قدلها مطيح ما حد دخلها، فيدخل يتفقدها ياخذ له فرة فيها، لعل عسى تكون خيرة ان شاء الله ولا حد يتعب امره. في البيوت اللي جنبه اذا هم مقدر على الموتر يروح يدور فاقرب بيت عنده تفقد. والله الله صغير كبير والمره والنسوان يتفقدون المزارع اللي عندهم مهيب على الشارع. ما بهلا العادي ما بهلا العادي. Come on, come on, come on.
عند الرجال ذا يا الربع، وقال جفل منهم خويهم والرجال فيه مس، وجفل منهم ما ادري ايش اللي ضرب في عقله وما عاد خويهم الاول، ودخل في ذا البيت شاف بنت قدام تسير، ايه يقول انه شاف بنت ودخل فيه واحد، الله الله، ويجري الرجال يجري ويدخل ذا المكان، هم امسكوه فغير طمر في الرجال وخنقه ما غير فكه، وذا الحين يا طوال الاعمار الحين تدور في ذا المكان ان الله يعقلها علينا. اي بالله وبان اطلع الجبال يحرى العيون، والرجال معطي السالفه هذا هو جنبي ذا الحين يسمع الصوت. الله الله يا مرحبا مساء يا رب اعجلوا علينا. هذا الاثر يا شباب، الله الله، وصلنا البوق عند الرجال، الله 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 الله. هذا الاثر يا شباب، الله الله، وصلنا البوق عند الرجال، الله الله. الاثرين قطعت الامر قدام الرجال جايين مسكر عليهم داخل. انقطع هنا بعدها ما عاد حصلت شيء، نفس حتى الاثر اللي في الجوال، هذا هو اخر اثر حصلته هنا، نفس اثر هذا هو، بعدها انقطع اتبع الاثر من راس الجبل متجه الاثر صوب الجبال ذي اللي هنا اليمانية. يا رب اللي معها سلاح يرجعه، يا رب ادعه ادعه الرب ادعه، اللي معها سلاح يرجعه يا رب. فيني في الخاص، ولكن انا اطلب منكم النشر والدعم، وكل من كل شخص يدعمني باي شكل من اشكال الدعم بالنشر بأي شكل من أشكال الدعم، أسأل الله أن يفرج همه في الدنيا والآخرة. أنا أبغى صوتي يوصل للملك سلمان، الله يطول عمره والولي عهده، ولكل من يقدر يقف معي في مشكلتي هذه. من منكم تدعموني؟ الله يفرج هم كل إنسان يساعدني في نشر هذا المقطع ويفرج همه في الدنيا والآخرة يا أخواني.